بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكل سريع ومختصر جدا سنبين في هذا الفيديو ما هي خوارزمية لون وكيف يمكن أن تستخدم هذه الخوارزمية في التحقق من صحة أرقام بطاقات الائتمان. بالإضافة إلى ذلك سنتعرف على كيفية استخدام إحدى لغات البرمجة لتنفيذ هذه الخوارزمية للتحقق من صحة أرقام بطاقات الائتمان، وأيضا سنبين كيف يمكن أن نحدد نوع البطاقة عندما يقوم المستخدم بإدخال رقم بطاقته في الحقل المخصص لإدخال أرقام البطاقات. خوارزمية لون أو ما تسمى بالمودل سن ألغوريثم، سميت الخوارزمية بهذا الاسم نسبة إلى اسم العالم الذي ابتكر هذه الخوارزمية هانز بيتر لون. ينطق الاسم لون وليس لوهن، الاتش لا ينطق في هذا الاسم. ابتكر لون هذه الخوارزمية في عام 1954 خلال عمله كباحث في شركة IBM وقدمها في مجال أمن المعلومات. تستخدم الخوارزمية على نطاق واسع للتحقق من صحة أرقام التعريف مثل أرقام بطاقات الائتمان وأرقام الضمان الاجتماعي وأرقام الهوية الوطنية في بعض الدول. الخوارزمية عبارة عن صيغة مجموع اختباري أو ما يسمى بالتدقيق الجمعي checksum، وتعد مكونا أساسيا في نظام المدفوعات الإلكترونية وتستخدمها جميع بطاقات الائتمان الرئيسية. الغرض الرئيسي من استخدام خوارزمية لون في المتاجر الإلكترونية للتأكد من صحة الأرقام المدخلة للبطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى تنبيه العميل عند إدخال رقم بطاقته بشكل غير صحيح. طريقة عمل خوارزمية لون: يوجد لدينا في هذا المثال بطاقة ائتمان من نوع فيزا، آخر رقم من هذه البطاقة هو رقم للتحقق أو ما يسمى بـ checksum. هناك طريقتان لتنفيذ خوارزمية لون. الطريقة الأولى، نقوم بوضع أرقام البطاقة بهذا الشكل ويتم تجاهل آخر رقم من البطاقة الذي هو رقم التحقق، ثم نبدأ من بعده ومن اليمين إلى اليسار بهذا الشكل بوضع 2 1 2 1 2 1 أمام كل رقم من أرقام البطاقة بهذا الشكل على التوالي، ثم بعد ذلك نقوم بعملية الضرب 2 في 2 يعطينا 4، 1 في 1 ب1، 2 في 2 ب4، وهكذا مع بقية الأرقام الأخرى. إذا كان ناتج الضرب أكبر من 9 نطرح منه 9، على سبيل المثال 2 في 7 يعطينا 14، 14 ناقص 9 يعطينا 5. بعد ذلك نقوم بجمع هذه الأرقام التي هي عبارة عن نواتج الضرب، وبعد عملية الجمع حصلنا على 44. إذا كان باقي قسمة ناتج الجمع على 10 يعطينا 0، فيجب أن يكون رقم التحقق 0. أما إذا كان باقي قسمة ناتج الجمع على 10 يعطينا ريمايندر أكبر من 0، فيجب أن نطرح من 10 ناتج باقي القسمة لنحصل على رقم التحقق. إذا كان الرقم الذي حصلنا عليه هو نفس رقم البطاقة الأخير، فبالتالي فإن رقم البطاقة يعتبر رقم صحيح. أما إذا كان هناك رقم مختلف مثل هذه الحالة، فبالتالي نستطيع أن نتعرف من خلال هذه الخوارزمية بأن هذا الرقم غير صالح للاستخدام، وهكذا عندما نقوم بتغيير أرقام البطاقة بشكل عشوائي. الطريقة الثانية التي يمكن أن نستخدمها في خوارزمية لون: يمكن استخدام جميع هذه الأرقام في البطاقة بحيث نضع جميع الأرقام ثم نبدأ من اليمين إلى اليسار بوضع 1 2 1 2 على التوالي أمام كل رقم من أرقام البطاقة، ثم بعد ذلك نقوم بعملية الضرب 1 في 6 ب6، 2 في 2 ب4، وهكذا مع بقية الأرقام الأخرى، مع مراعاة إذا كان هناك ناتج الضرب أكبر من 9 نطرح منه 9، على سبيل المثال 2 في 7 يعطينا 14، 14 ناقص 9 يعطينا 5، وهكذا مع بقية الأرقام الأخرى. ثم بعد ذلك نقوم بجمع هذه الأرقام التي هي نواتج الضرب. إذا كان باقي قسمة ناتج الجمع على 10 يعطينا 0، فمعنى ذلك أن رقم البطاقة صحيح، أو بمعنى آخر إذا كان ناتج الجمع من مضاعفات العدد 10 فمعنى ذلك أن رقم البطاقة صحيح. تلاحظ أيضا عند استخدام هذه الطريقة الثانية عندما نقوم بتغيير أرقام هذه البطاقة، من السهل جدا أن نكتشف بأن الرقم غير صحيح من خلال النظر إلى باقي القسمة. ناتج باقي القسمة هنا أكبر من الصفر، فبالتالي رقم البطاقة غير صحيح، أو بمعنى آخر 44 ليست من مضاعفات العدد 10، وهكذا مع هذا المثال الثاني.
الآن نعود إلى صفحة التحقق من صحة أرقام بطاقات الائتمان باستخدام خوارزمية لون. استخدمت هنا لغة جافا سكريبت لتنفيذ خوارزمية لون، ونلاحظ هنا بأنه إذا كان ناتج باقي قسمة ناتج الجمع على 10 يعطينا صفر، ينبغي أن نظهر رسالة للمستخدم تشير بأن رقم البطاقة صحيح. إذا كان باقي قسمة ناتج الجمع على 10 لا يعطينا صفر، فبالتالي ينبغي أن نظهر رسالة للمستخدم نبين من خلالها بأن رقم البطاقة المدخل غير صحيح. أما بالنسبة للتعرف على نوع بطاقة الائتمان عندما نقوم بإدخال رقم البطاقة في هذا الحقل، تظهر لدينا الأيقونة المناسبة لرقم البطاقة، فهذا يتم من خلال ما يسمى بالregular expression أو ما يسمى بالتعبير النمطي ضمن لغات البرمجة. بالإمكان أن تصيغ مجموعة من التعابير النمطية الخاصة ببطاقات الائتمان. لدينا هنا تعبير نمطي خاص بطاقات فيزا وبطاقات American Express وأيضا MasterCard. طبعا صياغة هذه التعابير، عندما نقوم بصياغة مثل هذه التعابير نستند في ذلك إلى معايير الـ ISO الـ IEC 7812. هذه المعايير تبين بأن كل رقم في البطاقة أو مجموعة أرقام في البطاقة الائتمانية عبارة عن أرقام تعريف تبين لنا أجزاء محددة في البطاقة. يهمنا نحن بخصوص صياغة التعبير النمطي المناسب لبطاقات الائتمان المعطيات التي يبينها لنا هذا الجدول. تلاحظ بأن بطاقات فيزا يجب أن تبدأ برقم 4، وتتكون أرقام البطاقات الائتمانية فيزا من 13 رقم أو 16 رقم. أيضا كذلك الماستر كارد يجب أن تبدأ برقم 5-1، من 5-1 إلى 5-5، وتتكون بطاقات الماستر كارد من 16 رقم. تلاحظ هنا مجموعة كبيرة جدا من بطاقات الائتمان تعتمد خوارزمية لون في التحقق من صحة أرقامها. أيضا نلاحظ هنا American Express يجب أن تبدأ ب3-4 أو 3-7، وتتكون بطاقات American Express من 15 رقم، أيضا تعتمد خوارزمية لون في التحقق من صحة أرقامها. الآن عندما نعود إلى هذا الكود البرمجي من خلال تلك المعطيات في ذلك الجدول، بينا بأن بطاقات فيزا تبدأ برقم 4، وإما أن تتكون من 13 رقم أو 16 رقم. أيضا بينا بطاقات American Express يجب أن تبدأ ب3-4 و3-7، ويجب أن تتكون من 15 رقم. بالنسبة لبطاقات الماستر كارد يجب أن تبدأ برقم 5، ثم يأتي بعد رقم 5 أي رقم من 1 إلى 5، وتتكون بطاقات الماستر كارد من 16 رقم. تلاحظ الآن عندما يقوم المستخدم بإدخال رقم بطاقة يتوافق مع هذه التعابير. على سبيل المثال أدخلنا رقم بطاقة يتوافق مع التعبير الذي عرفناه هنا لبطاقات الماستر كارد، فبالتالي نظهر له أيقونة الماستر كارد. عندما يدخل المستخدم رقم بطاقة يتوافق مع التعبير النمطي الذي حددناه لبطاقات American Express، فبالتالي نظهر له أيقونة American Express. عندما يدخل أرقام عشوائية فبالتالي خوارزمية لون تتعرف على أن الرقم المدخل غير صحيح. وبالنسبة للأيقونات الخاصة بالبطاقات الائتمانية لا نظهر للمستخدم أي أيقونة، لأن الأرقام المدخلة لا تتوافق مع التعابير النمطية التي عرفناها في هذا الكود البرمجي. بهذا اختصرنا لكم ما هي خوارزمية لون وكيف يمكن استخدام هذه الخوارزمية للتحقق من صحة أرقام بطاقات الائتمان، وكيف يمكن التعرف على نوع بطاقات الائتمان بشكل مختصر. أتمنى لكم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.